السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات في المحاضرة 11. قرر نجي 141. طبعا إن شاء الله يعني فيما تبقى من هذه المحاضرات، تعرفون الاختبارات الآن تم تقديمها، فلعل لم يعني الوقت يداهمنا الآن، فراح نركز إن شاء الله في الأيام المقبلة وفي هذه المحاضرة على يعني إجابة على أي استفسارات تكون لديكم، بالإضافة إلى يعني شرح بعض المفردات المتعلقة بالأغراض التجارية، والمفردات يعني كلها عادة تكون من أكثر الكلمات شيوعا وجميعها كلمات أساسية. طيب، من الكلمات اللي شرحها الدكتور القضيعين في المحاضرات أو في الفيديوهات المسجلة، يعني ناقشنا بعضها الأسبوع الماضي وقلت تذكروني عشان يعني نكملها بعدين نبدأ في الكلمات التجارية. من الكلمات كلمة الكاتيجوريز اللي هي التصنيفات. كاتيجوريز إن التصنيفات، مثلا عندك في مثلا في اللغة العربية تصنيفات أو أسماء، مثل أجزاء الكلام اسم فعل وحرف وكذا. طيب، إذا هذه التصنيفات بشكل عام، من ضمن التصنيفات المذكورة وصنفها اللي يذكر cities هي مدينة. أيضا country، ما تجيني رسالة خفض اليد، ما أدري وش المقصود فيها، لكن كل شوي تظهر لي رسالة من شخص. طيب country، من ضمنها أيضا تحدث أيضا عن الـ animals، وتحدث عن language أيضا insect. لازم نعرف معاني الكلمات هذه. أولا كلمة ما هي مشكلة. city بمعنى مدينة. So we can talk about any city. Okay. So for example, we can say Riyadh is a city. Okay. Yeah, okay. So all these are examples of cities. Okay. Okay. How about countries? Okay. Countries, like we talk about the Saudi Arabia, for example. Saudi Arabia is a country. Okay. We can talk about, for example, USA. Okay, United Kingdom, UK, France. All these are examples of different countries. Egypt, Masr. Okay. Okay. ما شاء الله اليوم العدد زاد كذا فجأة. حياكم الله، يعني كنا نتطلع لتواجدكم في المحاضرات السابقة، لكن الله يحييكم أي وقت. طيب، who can give me an example of an animal, any animals you're familiar with, just give me an example, like for example So for example, these are examples of different animals like dog, cow, cat, and sheep. Sheep بمعنى الخروف أو الماعز أو الغنم بشكل عام. Okay, so these are examples of animals. Okay, طيب. إيه الله يحييهم.
مبطمنجة. طيب language, an example of a language is like in Arabic, okay, Spanish, Italian, Urdu. These are examples of languages. طيب insects الحشرة, okay, like fly for example, الذبابة, like butterfly, okay, butterfly اللي هي فراشة. Okay. So these are examples. Okay. هذا الأشياء ذكرها الدكتور قضيعي في تسجيلات. لعلنا الآن يعني نعطيكم طريقة يعني كيف راح أسألك عن بعض هذه الأشياء. Okay. Okay. For example, I would say something like okay. Is an example of an insect. فيجيك السؤال مثلا على شكل هذا, اوكي؟ بعدين اعطيك خيارات. اوكي. هل هي مثلا fly, هل هي dog, هل هي for example Spanish, whatever, okay. من يقدر يجاوب الأول؟ عندكم ثلاث خيارات fly, dog, Spanish is an example of an insect. Is it a fly? Is it a dog? Or it's a Spanish? Which one is an example of an insect? طيب رقم واحد هي fly. رقم اثنين dog. رقم ثلاثة Spanish. Just write a number. حط رقم يا شباب. واحد اثنين أو ثلاثة. So can we say a fly is an example of an insect, or a dog is an example of an insect, or Spanish? So which one is an insect here? إجابة صحيحة. أنا ما أدري ليش ما تشاركون, لكن ما أدري الصوت واضح, هو السؤال صعب ولا عشان سهل جدا. طيب إذا الإجابة واحد صحيح, أنا ممتاز. It's a fly, okay. A fly is an example of an insect. When I say Arabic is an easy language, what do I mean? Arabic is an easy language. معنى اللغة العربية لغة سهلة. انتبهوا للتركيب هذا. قد أعطيكم جملة مشابهة في التركيب, أقول لكم مثلا لاحظوا قلت is, ليش is؟ لأنها مفرد. أوكي, Arabic is, ما يصح أقول مثلا Arabic are. أوكي, are تستخدم مع الجمع. ليش قلت an, ما قلت مثلا Arabic is على طول easy language. an, لأن an تدخل على المفرد, المفرد النكرة, فهنا دخلت على language. اوكي, بغض النظر قبلها بعدها ايزي او سهل, هذه صفه دخلت بينها وبين الاسم. لكن ان هنا is an easy language, ان دخلت لان دخلت على مفرد, طبعا بحكم الكلمه التي تليها تبدا بحرف من حروف الاله اللي هو الاي, اصبحت ان, ما هي ما اقول Arabic is a easy language. اوكي, ايضا لاحظوا كلمه language مفرده, ما قلت languages, ما هي بالاس, لاحظوا. اوكي, فالان فيها ثلاث ملاحظات, اذا هذه الجمله صحيحه. قد اعطيك جمله اختبار مثلا خطا, ما كيف الاخطاء؟ من الاخطاء مثلا
هذه الجملة مثلا، لما قلنا لما استخدم مثلا ار، كلمة ار غلط. لما اقول Arabic ار ان ايزي لانجويج مثلا، اذا يعني هذه الجملة اكس خطأ. اوكي مثلا لما اقول اوكي Arabic is easy language، برضو هذه خطأ، لأن لازم أضع أداة التنكير، الإفراد والتنكير اللي هي an. Okay. If I say for example Arabic is easy languages، خطأ. كيف لغات سهلة ما تجي. Okay. Is an easy language. I'm talking about one language, so it's an easy language. إذن الجملة الصحيحة هي الجملة الأولى الموجودة أمامكم هذه. أوكي هذه الجملة الصحيحة، الباقيات إيش؟ خطأ. أوكي another question would be something like Saudi. Okay, for example, if I say Saudi Arabia is a city. Is it? ممكن يجيك سؤال true and false. True or false. ما true and false؟ يعني صح أو خطأ. Is Saudi Arabia a city? Is it that true or false? True رقم واحد، false رقم اثنين. Okay. So if you type number one, that means you wanted to say true, and if you type number two, that means you wanted to say false. Ayad, you think it's true, and Nora, you think it's true. Okay. Anyone else? Samira, two. Yes, it's two. It's false. Saudi Arabia is not a city. It's a what? No. It's a لحظة موجودة يسار. It's a country. There is a difference between cities and countries. في فرق بين city والcountry. City مدينة. Okay. And the country دولة. So when we talk about maybe we're talking about a country. We cannot say Saudi Arabia is a city. Saudi Arabia is a country. And Dammam, for example, yes, it's a city. Jeddah is a city. Riyadh is a city. But if I say France, for example, no, France is a country. Saudi Arabia is a country. If I say Paris, yes, Paris is a city. If I say London, yes, it's a city. But if I say the UK, USA, could have these are countries. So these are examples, are samples of questions that you may have in the final exam. Okay. Urdu, for example, Urdu اللي هي لغة الأردو محكية في الهند وفي باكستان. Urdu is, if لما أقول لك Urdu is a country or is a city, that is false, because Urdu is a language. It's not a country. Okay. طيب ننتقل كلمات أخرى غير متعلقة بهذه، كلمات بشكل عام متعلقة بمصطلحات تجي من ضمنها. For example, if you wanted لما تروح للبنك تبغى إيش؟ تفتح حساب مثلا بنكي، فتقول I want to open an account, a bank account مثلا. I want to open a bank account. إذا كلمة account مهمة، يجب على الجميع أن يعرف معناها. كلمة account بمعنى حساب. Okay. If I say what is your bank account، ما هو رقم حسابك؟ What is your bank account number؟ My bank account رقم حسابي المصرفي. For example, and then you give them the number. Okay. إذا نفس الكلام باللغة الإنجليزية، لما تقول تفتح حساب نقول we open a bank account. I wanted to open a bank account. إذا account بمعنى حساب. طيب
طيب من الكلمات أيضا المهمة كلمة for example محاسب، تذكرون شرحناها كلمة كوظيفة إنها هي is an accountant. Is that a job title or a department? That's a job title. تذكرون قلنا في job titles يعني معناتها أسماء مهن، من ضمنها accountant، من ضمنها teacher، doctor، professor، engineer، pilot. These are all job titles, which means that they name a certain or a kind of of a job. تسمي واسم وظيفة. وقلنا في المقابل تكلمنا عن أسماء أقسام departments أقسام. قلنا من ضمنها قسم التسويق marketing، وذكرنا ال production الإنتاج، وذكرنا sales also department قسم المبيعات. الآن هذه job title يعني وظيفة أسماء مهن. من ضمن الكلمات أيضا كلمة exchange. Exchange بمعنى يتبادل، أوكي، اقتصاديا أو ماليا. كيف تقول؟ for example we have the سعر الصرف نسميه إيش؟ نسميه exchange rate. ما أقول exchange rate، تبغى rate ما هو cost ولا شيء، exchange rate حفظوها كذا. لما أقول of the of the Saudi real against the US dollar is مثلا whatever. Okay. إيش معنات الكلام هذا؟ معناته the exchange rate يعني سعر الصرف الريال مقابل الدولار. اوكي، ما يهمنا الان كم سعر الصرف، معروف ان الدولار 3.75. كلمه exchange rate كيف راح اسالك عنها؟ ممكن اقول لك مثلا اعطيك تكمل فاقول لك the exchange او اذا اختار كذا rate of Saudi real against مثلا US dollar is 3.75 whatever أو أقل، لأن الآن الريال هو المطلوب، فالريال تقريبا أو الدولار yes 3.75 yes. إذا أنا معطيك خيارات، أقول لك exchange ولا أقول لك مثلا cost ولا expense ولا expensive. أي طبعا الإجابة الصحيحة هي exchange، صحيح exchange rate بمعنى سعر الصرف. طيب من الكلمات الأخرى أيضا المفيدة في هذا المجال، خليني بس أتذكر أو أفتح الصفحة أشوف. address. Address means what? Does anyone know the meaning of address? If I say my home address, house address. Okay, my home address is 233 for example 332 whatever. Okay, home address عنوان، نعم. And you have email address عنوان البريدي، okay، البريد الإلكتروني. كلمة address بمعنى عنوان، ممتاز. طيب كلمة advance، في حد يعرف كلمة advance؟ كلمة advance يعني شيء متقدم أو مقدم. لما أقول advance payment، من يعرف كلمة payment؟ كلمة payment بمعنى دفعة. لما أقول دفعة مقدمة أقول advance payment. Okay, advance payment. Agreement
If you agree with me, agreement بمعنى agreement بمعنى اتفاق. Okay. نعم اتفاقية. ممتاز. فلاحظوا كلمة اللي تنتهي عادة بمنت اللاحقة هذه أو يسمونها suffix باللغة الإنجليزية. These are usually are nouns. Okay. So مثل اسم مثل كلمة improve يطور أو يحسن. لكن لما أقول improvement تطوير أو تحسين أصبحت اسم. فلاحظوا عادة في اللغة الإنجليزية ومثل حال بقية اللغات يكون فيها ما نسميها affixation الحاق، سواء قبل الكلمة أو بعدها أو حتى في بعض اللغات مثل اللغة العربية أحيانا يكون في منتصف الكلمة. في اللغة الإنجليزية لا، عندنا فقط عندنا سوابق ولواحق. كيف سوابق؟ سوابق أنا أعطيك مثال الآن مثل كلمة for example if I say كلمة possible عكسها إيش؟ كلمة possible اللي هي شيء ممكن عكسها كلمة impossible شيء مستحيل. لاحظوا أضفت سابقة، سابقة اللي هي الحرفين فقط اللي هي الآي إم. أوكي هاي يسمونها prefix. prefix ما يهمنا أصلا، لكن يهمنا أن اللغة الإنجليزية سوابق ولواحق. فهذا مثال على السوابق اللي هي الprefix. مثل اللواحق كلمة agreement الموجودة تحت أصلها فعل اللي هو agree يتفق. لما تقول do you agree with me هل تتفق معي؟ هل توافقني الرأي؟ إذا الاسم منها اشتق الاسم من الفعل اللي هو agree فأصبحت agreement. So agreement is a noun because we have this suffix أو اللاحقة meant. طيب اللغة الإنجليزية عادة ما يكون فيها شيء في نص الكلمة، لكن مثلا اللغة العربية في شيء يسمونه infix. infix بمعنى إضافة في وسط الكلمة. مثل الآن لما نفكر في كلمة مثل كلمة كتب. كتب هي أصل الجذر الثلاثي، لكن ما أقول كاتب كاتب أوكي أو كتب. هذه كلها إضافات في نص الكلمة تغير معناها. كاتب اسم فاعل بمعنى اسم مهنة مثلا كاتب. طلبة مثلا طالب. أوكي فهذه يسميها انفكس في وسط الكلمة. اللغة الإنجليزية لا يوجد فيها الشيء هذا، دائما فيها تغيير صوت. صحيح إنك تغير صوت مثلا فوت تقول فيت قدم وأقدام، هذه صحيحة، لكن لا يوجد انفكس بمعنى إنه نضع صوت أو حرف في وسط الكلمة ليعطي دلالة في المعنى. دلالة يعني تركب على أكثر الكلمات أو بعض الكلمات فعلا تعطي نفس المعنى. لما أقول طلبة طالب اسم الفاعل، زرع زارع اسم فاعل أيضا الشخص اللي يقوم بالزراعة. كاتب كاتب أيضا هو الشخص اللي يقوم بالكتابة. لكن في اللغة الإنجليزية لما أقول فوت فيت، لما أقول تشايلد ما أقول تشيلد مثلا. خلاص هذه بس حالة نادرة تجي مرة واحدة ما تنطبق عليها القاعدة. أوكي إذا هي تغيير صوت فقط في اللغة الإنجليزية. إذا لتسهيل مهمة اللغة عليك، يعني افترض أن الشخص اللي يهتم باللغة الإنجليزية أنه عشان يسهل معرفة الكلمات الجديدة اللي تمر عليك أنك تبحث في اللغة الإنجليزية عن السوابق واللواحق. ما يمنع أنك تكتبها في ورقة، اكتب مثلا أنا راح أعطيكم معنى الآن prefix وعندك suffix. اكتب prefix and suffix or prefixes and suffixes in English سوابق ولواحق. ليش هذه راح تسهل عليك التعلم؟ لأنك خلاص لما تعرف معناها وهي سهلة ومحصورة، هذه ميزتها، يعني ما تدخل في اللغة دائما بشكل متجدد. ما هي مثل كلمات كل يوم طالع علينا كلمة جديدة، لا هي ثابتة fixed كأنها يعني كأنها مصطلحات أو مفردات نحوية، فهي ثابتة. لما تعرف معناها خلاص تجيك كلمة جديدة تعرف تفككها. مثلا في كلمة طويلة مثلا في اللغة الإنجليزية الكلمة مثل هذه الكلمة راح أكتبها لكم أنتي establishment النظم. تخيل هذه كلمة من أطول الكلمات في اللغة الإنجليزية. هذا بالنسبة للكلمة هذه هي صعبة، لكن بالنسبة لشخص يعني متحدث للغة راح يفك معناها بالراحة. يعني ليش؟
لأنها كلها سوابق ولواحق. هو عارف كلمة، عارف أصل الكلمة. أصل الكلمة سهل جدا، أصلها establish يؤسس. أوكي، هذه أصل الكلمة establish. يعرف إن منت هذه تدخل الفعل تسوي اسم establishment، أصبحت مؤخرة. يعرف إن كلمة انتار ضد، مثل أنت دبابات. أوكي، يعرف دس أيضا ضد، مثل dislike، يحب ويكره dislike. أنت تلاحظوا واحدة اثنتين ثلاثة. نعرف هذه اسم مش من يستطيع يعني تنبأ بمعناها. طبعا ما لها مقابل باللغة العربية، هي حركة موجودة. So this is the meaning of what we mean by prefixes and suffixes. إذن كلمة establish، لاحظوا جمعها هذه الكلمة، كم سابقة وكم لاحقة دخلت عليها. ما هي من الكلمة هذه، ما هي مهمة ولا هي مطلوبة، هذه فقط أعطيك على سبيل المثال. أوكي، أعطيك على سبيل من الكلمات المهمة أيضا. لما أقول do، أقول له homework is due. homework is due. okay. due هنا إيش معناتها؟ homework is due. due هنا بمعنى يعني حل. لما أقول payment due، حلت الدفعة. okay. payment your payment is due. نعم. طيب. amount due، المبلغ المطلوب. okay. amount إذا كلمة due هنا يعني مطلوب، أو is due لما أقول واجب حل عليكم الواجب. amount is due now، ولما اقول لك the deadline، deadline بمعنى ايش؟ deadline بمعنى اخر، بمعنى وقت التسليم. deadline اخر وقت، نعم وقت التسليم deadline. لما يجي نفس الوقت فاقول لك اليوم today the homework is due today. homework is day، يعني حل اليوم. اوكي، لما اقول اجار حل اليوم، the rent is due today. rent نعم مستحق، احسنت مستحق. اوكي، and then هذه من الكلمات المهمة ايضا. apply ايضا كلمة مهمة. apply هي مأخوذة لها اسم، يعني كلمة apply عندي كلمة application. application ممكن تعرفونها كلكم في الجوالات، يقول لك application تطبيق، الاب اختصار اب، يختصرون اب اي اب كذا، لكن هي اختصار application. application مثل كلمة advertisement، دعايات في اللغة الإنجليزية نقول advertisement. advertisement يختصرونها ايش؟ يختصرونها ads، نعم تطبيقات ads. اوكي، إذا application تطبيق، الفعل منها يطبق apply. okay. for example if you say I want to redeem أو apply this coupon. okay. want to apply this coupon.
كلمة مهمة دائما في التجارة، يقول كذا عندك نقاط مثلا، عندك كريدتس، عندك كريدت بمعنى ايش؟ عندك نقاط، عندك رصيد كريدت، اوكي؟ والكريدت هذا الكريدت كارد لبطاقة الائتمان، عندك رصيد الآن ائتمان كريدت مثلا، عندك كريدت تبغى تطلب، تبغى تستفيد من الكريدتس، او عندك في اي محل عندك كريدتس تبغى تستفيد منها، كيف اقول ابغى استفيد منها؟ ابغى يعني الان استخدمها. تقدر تقول I want to use my credits، لكن افضل منها لما تقول كلمة redeem. redeem your points، نقاط او whatever، okay؟ redeem بمعنى يعني يستخدمها. طيب إذا هذه من الكلمات، طبعا اليوم محاضرتنا غير، يمكن الحضر هو يحسب من هذه كذا كان من الحضارات. لا، المحاضرات كانت شرح قواعد وبعض التركيبات وكذا، اليوم بس عشان انتهينا من القواعد وكذا جالسين نشرح بعض الكلمات اللي قد تهم بعض الأشخاص وقد تكون أيضا مطلوبة وموجودة أيضا في المقاطع التي شرحها الدكتور أكثرها، لكن في أكثرها ما هي موجود، بعضها ما هو موجود. كلمة كارغو، كارغو في أحد يعرف معناتها؟ كارغو، كلمة كارغو بمعنى شحنة، okay؟ لما عندك شحنة تبغى تشحن مثلا أغراض من بلد إلى بلد، this is a cargo، في السفينة مثلا أو whatever، okay؟ طيب duty free، لما تقول this is a duty free market for example، okay؟ duty free، duty اللي هي ضريبة، okay؟ duty free بمعنى duty free سوق حرة، okay؟ بدون يعني حساب الضريبة، it's duty free، duty free، duty free. لما تقول كلمة free بمعنى أنه شيء خالي من شيء، مثلا بتكون مثلا fat free، يقول له fat free skim milk يسمى fat free مثلا، خالي من الدهون. نعم، بدون ضريبة. نعم، debit free، شخص ما عليه أي ديون مثلا، debit free، okay؟ طيب هذه من الكلمات أيضا متعلقة. عندنا كلمة exchange rate، كلمة failure. failure بمعنى يعني يقول شخص he failed to pay، failure to pay معناته failure، صح؟ نعم، failure أو failure to pay. نعم، شخص ما failure to pay يعني when you are unable to pay، okay؟ so you failed to pay، failure to pay يعني فشل في الدفع، يعني فشل عملية الدفع مثلا. نعم، ممتاز. failure to pay مأخذ كلمة fail، ممكن تستخدمها كفعل، تقول I failed the exam، okay؟ so failed مأخوذة من failure الاسم منها، ففailure هي أصبحت الاسم الآن. طيب من الكلمات أيضا المتعلقة بالأغراض التجارية، كلمة good، okay، goods for example، if I say goods for example، بمعنى بضائع، okay؟ if you wanted to ship these goods، ship أيضا كلمة مهمة، كان ship، ship لها معنيين، تأتي كاسم، can be a noun، تعرفون هذه، انتبهوا أنا راح أسألكم عنها وسبق ونبهت عليها، قلت لكم أجزاء الكلام. نعم، سفينة، أجزاء الكلام اللي نركز عليها. نعم، أما تجي شحنة أو تأتي سفينة، فقلنا من parts of speech، قلنا راح أكتبها لكم مرة أخرى لأنها مهمة، parts of speech أجزاء الكلمات، أوكي؟ عندنا أو أجزاء الكلام عفوا، عندنا noun، عندنا verb، عندنا adjective، عندنا adverb، عندنا اسم وفعل وصفة وحال. طبعا احنا شرحنا الفرق بين الحال والصفة
المحاضرة الماضية، وراح تسألون عنها. راح أعطيكم مثال، مثلا أقول لكم مثلا كلمة for example beautiful is a، وأعطيك كم مثلا، هل هو adverb اللي هي adjective verb or a noun. The word beautiful for example. Okay. And beautiful is what? Is an adjective. صفة. Ship قلنا أنها تأتي اسم. It can be a noun and also it can be a verb. مثل كلمة اللي شرحناها قبل. تذكرون كلمة finance. Finance بمعنى إيش؟ بنعرف كلمة finance. If I wanted to say the Ministry of Finance. Ministry اللي هي وزارة. راح ممكن في شخص يهتم بالكلمات هذه Ministry. Okay. Ministry وزارة. المينستر اللي هو الوزير. Ministry of Finance وزارة المالية. Okay. إذن finance means مالية. The word finance can be a verb and also it can be a noun. يمكن تكون اسم. يمكن تكون and a verb. Okay. ممكن تكون اسم. ممكن تكون فعل. نفس الشكل ما تتغير. في بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية الاسم والفعل نفس الشكل. وإن كان أحيانا النطق يختلف. يكون تشديد عادة إذا كان فعل في إذا كانت مقطعين يكون في المقطع الأخير. To finance for example ما تقول finance. عندك مثلا كلمة present and present. Present يقدم. Present ممكن تكون هدية ممكن تكون حاضر. Okay. طيب إذا أهمنا الآن نعرف في إيش شيء اسمه noun, verb, adjective and and an adverb. Okay. طيب. نرجع لكلمة ship. Ship قلنا بمعنى سفينة. نعم تأتي بمعنى سفينة وتأتي بمعنى شحنة. كل هذه أسماء. لكن هل تأتي فعل؟ Yes, it can be a verb as well. If you wanted to ship this parcel. تبغى تشحن هذا الطرد. If you wanted to أيضا كلمة parcel ممكن تهمكم الشخص اللي بيعيش برا هذا لازم يقرأ عليها كلمة parcel. طرد هذه كلمة parcel. If you wanted to ship goods goods for example اللي تكلمنا عنها. If you wanted to ship goods بضائع. أيضا كلمة ship تأتي بمعنى سفينة. إذا تأتي اسم وتأتي فعل. من الكلمات أيضا كلمة insurance. في أحد يعرف معنى كلمة insurance؟ مين ممتاز خديجة. Insurance. For example, we have medical. Insurance. أحسنت. Medical. كلمة medical insurance. If someone asks you, do you have a medical insurance? Medical بمعنى طبي. تأمين طبي. عندهم الآن أيضا نعم عندهم life insurance تأمين ضد الموت تأمين حياة life insurance medical insurance if you want also car insurance تأمين سيارة تأمين مركبات فكلمة insurance نعم تأمين سيارة أو مركبات car insurance فinsurance بمعنى تأمين هذه من الكلمات أيضا المهمة. كلمة negotiate. Does anyone know the meaning of if you wanted to negotiate something, negotiate the price? It's negotiable. نعم negotiate. أحسنت. Negotiate بمعنى يتفاوض. Negotiation. Negotiation is the noun. Okay. تفاوض. Negotiation. أحسنت. Negotiation تفاوض. Okay. الشخص اللي يفاوض negotiator negotiator الشخص اللي يفاوض okay if you wanted to you cannot negotiate the price in this country it's always the price is negotiable شو معنى negotiable يقول لك the price يعطيك سلعة يعرضها مستعملة ثم يقول لك the price is negotiable negotiable price. ايش معنى negotiable price؟ لاحظوا كتبتها هنا في النص.
موجودة كتبتها، المشكلة إني ما تركزون في اللي أكتبه لأنه تضيع، ما في شيء يدل على المؤشر. شو هو اللي حطيت عليه عندها؟ لما أقول نعم negotiable price، لما يقول price is negotiable، قابل للتفاوض. كيف عرفت إن أنها قابل؟ إذا كنت عرفت كلمة negotiate ومرت عليك اللاحقة اللي هي السفكس، فبطبيعة الحال تعرف إن أبل هذه اللي تأتي في نهاية يعني معناتها قابل. لما أقول كلمة break، كثير منكم يعرف كلمة break for example، تعرفون أكيد كلمة break. If you want to break the window، لو تكسر البزازة مثلا break. لما أقول breakable وش أصبح معناها؟ لحظة، يمكن قد تكون كلمة جديدة على البعض، لكن إذا عرفت كلمة Apple هذه، وهذا مقصد كلامي لما أقول نعم قابل للكسر، لما تعرف استخدامات السوابق واللواحق في اللغة وهي محصورة، هذه ميزتها يعني. يعني بإمكانك تسردها، تقطعها في ورقة، راح تلاحظ 30 إلى 40% من الكلمات الموجودة اللي تمر عليك لا تخلو من سوابق أو لواحق. فإذا على الأقل ما عرفت معناها، تتنبأ أو تعرف أنها صفة أو فعل أو اسم. هذا مهم في تعلم اللغة، إنك تتنبأ وش موقعها من أو وش أي جزء من الكلام. هذا راح يسهل عليك تعلم اللغة ويسهل عليك فهم الكلمات الجديدة. فلما قلنا كلمة بريك نعرف انها كسر، لكن ابل يمكن اذا ما كنت عارف اللاحقه هذه ما راح تكون كلمه صعبه عليك. بمجرد ما عرفت كلمه ابل خلاص، مثل كلمه فل مثلا، وكلمه العكسها كلمه لس. لما اقول كيرفول، شخص مثلا حذر، لما اعرف ان لس تعني عكس فاقول كيرلس، خلاص كيرلس بمعنى بدون حذر، هي لس شيء خالي من الشيء. مثل كلمة تيوبلس، حتى بالتيوبلس نستخدمها بالعربي لما نقول كفر هذا سيارة تيوبلس، يمكن يعرفون الشباب أكثر من البنات، والآن ما شاء الله البنات يعرفون، أو ألحقوا على البنات على التيوب لاستيك اللي يسمونه تيوب، يمكن لها الآن كل سيارة تيوبلس. فكان في فرق عندنا لما نقول تيوبلس، هي كلمة إنجليزية أصلا، كلمة تيوب اللي هو لاستيك، هذا الأستيك يسمونه اللي الأسود زي الكفر، هذا اللي جوه الكفر يوضع، هاي يسمونه تيوب. لما السيارة يكون كفرها الرقعة الداخلية بدون لستك نسميها ايش؟ تيوبلس. لاحظوا كلمة تيوب مأخوذ من تيوب لس، بدون تيوب، بدون استك فور اكزامبل. فهذه يعني ايضا من ضمن الكلمات اللي فيها لواحق suffixes. كيرلس، هومليس، ايش معنى هوم؟ احنا نعرف معنى هوم منزل. لما أقول شخص he is homeless بمعنى مشرد، نعم متشرد، بدون منزل، شخص homeless بدون منزل، مشرد. أوكي، إذن هذه يعني أنا دائما أكرر والطلاب جميعا، يعني من الواجبات اللي أطلبها منهم خصوصا في إذا كان المنهج صرف أو شيء، إنه يعطوني لستة قائمة بالprefixes والsuffixes في اللغة الإنجليزية، ونحاول نشرحها ونعرف معانيها بحيث انها خلاص ترسخ في الذهن، فلما تمر عليها مستقبلا ما يكون عندها اي اشكال في على الاقل تنبؤ باجزاء الكلام ومعرفه جزء من معناها، على الاقل اذا ما عرف المعنى كامل. طيب اعتقد الوقت انتهى، شاكر للجميع تواجدهم، ويعني ادعو ان شاء الله راح يكون في تكليف ذاتي، يتفضل إن شاء الله راح يكون فيه تكليف ذاتي، راح أحاول إن شاء الله هالأسبوع أخليه، و يعني انتبهوا ترى هذا مهم جدا، يعني التكليف لكم أنتم، ما له درجات ولا شيء، لكن هو إعداد وتهيئة إن شاء الله للاختبار النهائي بحيث أنكم تعرفون الطريقة كيف. طيب خديجة، هذا أنا جاوبت، يعني الظاهر أنكم داخلين اليوم عشان تطلبون الشيء هذا، لكن أبشروا أنا ما راح أنزل ملف أسئلة، لا أنا راح أنزل تكليف ذاتي، وراح أسمح للدخول بأكثر من مرة. التكليف راح يكون فيه أكثر من 30 سؤال، بإمكانك تدخل أي وقت خلال أسبوع، وراح أحط مرات الدخول أكثر من 3 مرات، لكن المهم ليس فقط أنك تجاوب، أنك تستفيد. الله يعطيكم العافية، شكرا. أكيد ما في شك، الله يوفقكم جميعا، العفو.
وياك يا عيض الله يطلع وجهك الجميع. العفو ينور، حياكم الله، شاكر لكم جميعا تواجدكم. حياك الله يا ماجد.